السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بروس. فيديو جديد من فيديوهات القناة. إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة سيستم دوت أي أو في سي شارب. إن شاء الله النهاردة هنشرح مكتبة دايركتور والدايركتور انف. الدايركتور هي يعني المكتبتين دول متخصصين إن هم يتعاملوا مع الفولدرات بتاعتك، من تعمل تكريت فولدر، تعمله تمسحه اللي انت عايزه من خلال المكتبتين دول انت ممكن تعمله. الدايركتوري هي عموما المكتبة دي كلها ستاتيك ميثود، كلها ستاتيك ميثودز، اللي هي ايه، تعمل مثلا فولدر بتاع. لكن الدايركتوري انفو لا، هي متخصصه في فولدر واحد بس. هنشوف ده كله مع بعض. في شويه ميثودات طبعا مش هنشرحها كلها، لان ايه معظمها بيبقى بيتفهم من الاسم يعني، بس انا هعدي عليها كده. يعني اول ميثود معانا في الدايركتوري اللي هي يعني احنا لو جينا كده ايه قلنا دايركتوري دوت، كل دي بقى هي دي الميثودات اللي موجوده عندك في مكتبه الدايركتوري. لازم تعمل اولا سيستم دوت اي او، وهنحتاج برضو المكتبتين دول معانا. هما مش هنحتاجهم في المكتبه نفسها عشان تشتغل، لا المكتبه تشتغل، بس هنحتاجهم في حاجات تانية هنشرحها، اللي هي سيستم دوت سكيورتي دوت برينيكبال، مش عارف ايه دي، واكسس كنترول. اول داله في كريت دايركتوري هي قصدي داله كريت دايركتوري، بتاخد قيمه سترينج. القيمه السترينج دي هي اسم الفولدر اللي انت هتعمله. طبعا الفولدر تلقائي هو بيتكريت في الباز اللي انت حاطط فيه الفولدر المشروع بتاعك اللي هو هنا، ده بيتكريت هنا. فانت بتدي له سترينج وبتدي له دايركتور سكيورتي. يعني ايه الدايركتور سكيورتي؟ يعني الـ الحاجات الامان للملف، مين اللي مسموح له يخش على الملف، مين اللي مش مسموح له. طب اللي بيدخل على الملف ده مسموح له يكتب ولا يقرا، ولا يكتب بس ولا يقرا بس. هوريك كل ده دلوقتي. تعال كده نعمل مثلا بروبرتس على الملف كده نشوفه، نروح على سكيورتي. هتلاقي هنا دول الثلاث ايميلات اللي بتوع الويندوز عندك. في مثلا لو انت عامل ايميل تاني على الويندوز، اللي هو يعني في كذا ايميل طبعا على الويندوز، في اللي هو الايميل اللي انت مثلا شغال عليه دلوقتي، وفي ايميلات تانية لو انت عايز تعملها يعني. بس ديفولت بيبقى عندك ايميل، وفي السيستم، وفي الادمنستريتور. تعالى كده نعمل مثلا ايديت، مش هنعمل ايديت على الادمنستريتور، هنعمل ايديت على كله. مش هيد تقريبا، استنى كده معلش يا جماعه انا اسف. ادفانسد. هنا بقى هي الصلاحيات اللي متسجله في الملف. يعني مثلا ايه في السيستم هنا مسموح له مثلا فول كنترول، تحكم كامل في الملف. كذلك الامر في ادمنستريتور، كذلك الامر في الاي بي. الثلاث قيم دول ديفولت في اي فولدر انت ما تعرفش تغيرهم، بس تعرف تضيف يعني مثلا يعني ايه الخانه الطويله دي، او اسمها اكسس كنترول، اللي هي الطويله دي. الاكسس كنترول دي جواها قيم. يعني مثلا ايه في الفول كنترول دي احنا نديها مثلا تايب الو لمين، للنيم سيستم، فاهم؟ فدي بيبقى اسمها اكسس كنترول. طبعا ما ينفعش تعمل حاجه في السيستم، ما تلعبش خالص في السيستم ولا في الادمنستريتورز. انت بس كل لعبك هيكون في الاي بي. هنا الاي بي ده هو اسم الجهاز بتاعي، اسمه اي بي. هو طبعا الاسم بيختلف من جهاز لجهاز. هو ده الاسم بتاع الجهاز بتاع اي بي داش بي سي سلاش اي بي. بعد كده ايه نقفل كده. فاحنا بنعمل هنا مثلا، تعال ننزل كده تحت عشان نشوف الدايركت اللي هي السكيورتي دي. طبعا احنا هنا يعني انا بعدل بس في الـ يعني احنا هنا في الداله بتاعت الاكسس تو فايل دي، احنا بنعدل في الاكسس بتاع الفولدر احنا اللي هو اسمه هلو، اللي انا لسه موريه لكم دلوقتي. بنعمل هنا ويندوز كام من ويندوز اي دي ان تي تي ايدنتي، مش عارف اسمه ايه كده، دبليو اس، بنقول ويندوز ايدنتي دوت جيت كارنت. كده احنا هو بيجيب لنا الايميل بتاعنا دلوقتي، ايه الايميل اللي انا شغال عليه دلوقتي. طبعا احنا بنعمل الحاجه دي عشان نجيب بس الاسم. يعني انت ممكن تكتب الاسم اللي هو انا لسه مروه لك، اللي هو اي بي دوت داش بي سي سلاش بي اي بي، ده ممكن تكتبه هنا يعني، تكتبه في الميثود اللي احنا هنستخدمها. بس انا بحب ايه اوريك حاجه جديده. يعني بنقول له كونسول دوت رايت لاين، هنا اوريك الاسم بتاع الايميل بتاعي. بعد كده بنقول له دايركتور سكيورتي اللي هو دي اس بتساوي نيو دايركتوري انفو هالو دوت جيت اكسس كنترول. الدايركتوري انفو دول انفو دي هي المتخصصه في انها بتتعامل مع ملف واحد بس. يعني فاهم؟ يعني الدايركتوري بتتعامل مع كذا ملف، وممكن ترجع لك دايركتوري انفو، بس الدايركتوري انفو بتتعامل مع ملف واحد بس. بتديها هنا هي ايه كونستراكتور هالو اللي هو الاسم الفولدر بتاعك. طبعا هي حاجات هي بس بتديها بس اسم الفولدر بتاعها. يعني انا اوريك بس حاجه كده بس مش دلوقتي، خليها بس شويه دلوقتي. هشرح هقول لك الدايركتور انفو دي تفهمها منين.
بنقول له نيو من الدايركتوري انفو، بعد كده بنقول له دوت جيت اكسس كنترول. هو كده بنعمل كائن من الدايركتوري انفو، ومن الكائن ده بنستدعي داله الاكسس دوت جيت اكسس كنترول. بنخزنها في الدايركتوري سكيورتي، بعد كده بنقول له دي اس دوت اد اكسس كنترول. كده احنا بنضيف اكسس كنترول جديده للملف، بنقول له اد دوت اد اكسس كنترول دوت بتساوي مش بتساوي بين القوسين دول نيو فايل سيستم اكسس رول دبليو اس دوت نيم، بيرجع لنا كده اسم الملف بتاعنا، اسم الايميل بتاعنا قصدي. بعد كده بنقول له فايل سيستم رايتس دوت رايت. هنا انت بتدي له ايه اللي انت هتعمله في الملف. ماشي، انا عايز اعدل في قيمه الفايل سيستم دوت رايت، اللي هي فايل سيستم رايت دوت رايت، انا عايز اعدل في قيمه القرايه، هضيف قيمه قرايه مثلا. طب ماشي، انت عايز قيمه القرايه دي ايه؟ هل انت تمنعه من القرايه ولا تسمحها له؟ لا، هيقول له مثلا انا عايز امنعه من القرايه، فاهم؟ في هنا اتنين بارامترز تانيين، انهيرتنس فلاجز وبروج ايه بروباجيشن فلاجز. الخاصيتين دول بيسمحوا لك ان انت تتحكم في الفولدرات اللي جوه الفولدر ده. في جدول كده انا هسيبه لك في الديسكريبشن تحت او في التعليقات، هشوف بقى لو الجدول ده ينفع كتب في الديسكريبشن هعمله، مش مشكله. لو انت عايز مثلا تعمل اللي انت هتعمله ده على الفولدر بس، يعني مثلا الصف فولدرز اللي جواه، الصف فولدرز يعني الفولدرات اللي جواه هل مثلا السكيورتي دي هتطبق عليا؟ يعني مثلا لو انا مثلا ايه هعملها دوت رايت دوت ديني في ديني وفي الو، اللي هو هنا في خاصيتين الاكسس كنترول تايب ديني والو. لو انا هعملها ديني هعملها للفولدر ده بس، والفولدرات اللي جوه هسيبها عاده اكتب فيها براحتي، ولا هتعملها للاتنين مع بعض، ولا مش هتعملها للفولدر الرئيسي وهتعملها للسب فولدرز اللي جوه؟ هسيب لك جدول تحت. البروجريشن دي خاصه بان انت هتعمل للفولدر بس ولا للفولدرات كلها. تعال كده نشوف الجدول بتاعنا. لو انت هتعمله فولدر قول لي بروجريشن نان وانهيرتنس نان. لو فولدر والسب فولدرز والفايلز هتعملها بروجريشن نان والانهيرتنس كونتينر واوبجكت. كونتينر دي معناها اللي هي الحاويات، معناها الحاويات او الفولدرات اللي هي جوه الملف. يعني انت عايز تطبق الكلام ده على الفولدرات والملفات اللي جوه الملف الكبير بتاعك، ولا بس على الفولدرات بس، ولا على الملفات بس اللي هي تي اكس تي والفوتو دوت جي بي جي والحاجات دي. ممكن تسيبها، ممكن تحط واحده بس، ممكن تحط اتنين، ان انت تحط بينهم علامه زي دي كده. طبعا الحاجات دي انت لازم يعني ايه ليها تعمق اكتر في مكتبه السكيورتي اللي هي موجوده جوه السيستم دوت اي او سيستم دوت سكيورتي، ليها تعمق اكتر في المكتبه دي. انا بس حاول بس بعدلك عليها كده بخفافي يعني. في هنا برضو فولدر اند سب فولدرز، خلي بالك البروجريشن زي ما قلت لك هي متعلقه بالفولدر الكبير، هل انت عايزه معانا ولا مش معانا. اللي هنا الانهيرتنس دي اللي هي الوراثه، اللي هي مع مثلا الفايلز مع الاوبجكت مع الفولدرات بس، مع الفايلز بس، معاهم الاثنين براحتك. بروجريشن لو انت عايز في السب فولدرز والفايل بس والفايلز بس من غير الفولدر الكبير، هتقول انهيرت اونلي، يعني اورث بس، لكن الفولدر الكبير سيبه زي ما هو براحته، مالكش دعوه بيه. طبعا هي كل الحاجات دي تبقى انيمز، انت ممكن تديها للملف. بعد كده في الاخر خالص بنقول له دايركتوري دوت سيت اكسس رول، يعني اعمل بقى الاكسس رول دي طبقها على الهلو. تطبيق بس على الموضوع الاكسس كنترول والحاجات دي، تعال نعملها مثلا ايه استدعي الداله اللي احنا عملناها. احنا بنديها اللي احنا اللي هو الايميل اللي على الويندوز ده، هنديله اللي هو الفايل سيستم رايتس الاكسس كنترول تايب ديني، ومش هنلعب في الفولدر، يعني هو هيكون الفولدر معانا، والاوبجكت انهيرت يعني احنا نخليه للفايلات، والكونتينر انهيرت للفولدرات. تعالى كده نعمل ران. طبعا الاسم بتاع اليوزر بتاعنا. تعالى كده نشوف الملف بتاعنا دلوقتي عامل ازاي. روبرتس سكيورتي ادفانس. بص ضاف ايه؟ ضاف اكسس رول جديده بنلاقيها للاي بي، بنمنع منه الرايت، بعد كده بنقول له ديني نوت انهيريتد، يعني مش متورث،
للفولدر طبعا، بس ابلاي بيتطبق على الفولدرات اللي هي السب فولدرز والفايلات. لكن نجرب، رحنا كده مثلا هنا، هو مش مسموح لنا نكتب جواه ده. كده مثلا نعمل ايه، فولدر سيون. انت ما عندكش صلاحيات انك تخش على الملف وتكتب جواه، انت ممكن تعرضه بس. نكتب جوه التكست بتاعنا كده كنترول اس، بص كنترول اس سيف اس، وما حفظلهولكش هنا. مثلا لو احنا قلنا سيف، بص بص اهو اكسس از دينت، انت مش مسموح لك اصلا انك تخش على الملف وتكتب جواه. كذلك برضو نفس الحال في الريد، يعني ممكن انت تبدل الرايت هنا بالريد. عندك ابند داتا ان هو يدخل داتا، عندك ديليت ان هو يمسح فولدرات، كريت فايلز يعمل فايلات، فوق الكنترول انك تمنع عنه ميه وشرب خالص، مفيش اي حاجه. فبس هو ده كان يعني توضيح بس للفكره دي. بس دخلتك في موضوع كبير، المفروض اصلا الداله دي كنت اشرحها تحت اصلا، بس معلش كنت بس عايز افهمك السكيورتي ده بيمشي ازاي. بتاخد انت بقى الدي اس السكيورتي دي فاهم، بس من غير بقى تقول له جيت اكسس كنترول، لا انت بتقول له بيساوي نيو دايركتور سكيورتي بس كده، بتقول له دي اس اكسس اد اكسس كنترول، بعد كده بتقول له دايركتور دوت كريت دايركتور، بتحط له اسم الفايل، بعد كده بنحط له الكيان اللي هو الدي اس ده. يعني تعديلات خفيفة يعني على الملف، على لو انت بتعمل ملف وبتحط له السكيورتي بتاعته. خلصنا من كريت دايركتور، نخش على الديليت. ديليت ما فيش اسهل منها، انت هي ده اللي انت بتديها اسم الفولدر بتاعك، بعد كده بتديها لو الفولدر ده جواه ملفات امسحه ولا لا. لو جواه ملفات وانت اديت هنا بول، قيمة بول دي ترو هيمسح، لو خليتها بفولس هيرمي لك اكسبشن لو جواه ملفات او جواه اي حاجة. نيجي بقى لميثود، هي ليها ميثود الانيوميريت. الانيوميريت دي خاصه باللينك يو بالسي شارب، اللي هو لينك يو اللي هو فروم وير والحاجات دي. هسيب لك برضو رابط تحت كده لدوره استاذ احمد جوده بيشرح فيها اللينك يو، انت بس مش محتاج بس من غير الدوره دي بس عشان تفهم يعني ايه من اللينك يو. لكن لو انت عايز تتعمق بقى في اللينك يو والحاجات دي ممكن تشوف الدوره كلها، لكن انت مثلا مش محتاج مثلا اكتر من 10 حلقات ولا اول 5 حلقات بس تفهم يعني ايه لينك يو عشان تقدر تستخدم فيها الانيوميريت دي. الانيوميريت دي فيها انيوميريت دايركتورز وفي فايلز وفي فايل سيستم انفوز انتريز. هقول لك برضو يعني شكل كده شكل اللينك يو ده بيبقى عامل ازاي. الانيوميريت دايركتورز دي بترجع لك، بتديها انت الباس اللي هو بترجع لك انيوميريت من كل الصف فولدرز اللي جوه الفولدر الكبير، ومديها سيرش سترينج سيرش اللي هو باترن، اللي هو هوريك دلوقتي كده بنديله السيرش اوبشن، بعد كده بيرجع لنا اي نمبريبل من السترينج. ننزل تحت كده نشوف، بس دي كده بس عشان ما تعملناش مشاكل. فين ايوه انيوميريت اهي، نقول له var data بتساوي directory dot enumerate file system entries. احنا كده نقول له رجع بقى ملفات على فولدرات على اي يعني اي حاجه تلاقيها جوه هاتها في الفولدر ده. كده بنقول له var data to from from الدايركتورز اللي انت بتلاقيها، اللي يعني ايه دي المتغير اللي احنا هندخله جوه البيانات بتاعتنا in data where dirs dot contains h1 ودي ار اس دوت كونتينت دي برضو سيلكت دي ار اس، بعد كده بنقول له ليست من الدي ار اس. يعني حاجات خاصه باللينك يو برضو، مش هتفهم الحاجات دي لازم تشوف الدوره اللي انا هسيب لك ان شاء الله اللينك تحت الفيديو، هتشوفها وهتفهم بس اول 5 حلقات يعني ايه اللينك يو. لو انت فاهمها هتنفع هتفهم الحاجات دي. احنا بقينا بنقول له يعني مختصر الكود، يعني الكود بيعمل ايه، احنا بنقول له هات الداتا اللي جوه الداتا اللي هتطلع من الانيوميريت دي، بيرجع لك ايه على يعني كانها لسته كده فاهم، لسته انت بتتحكم فيها بس لسته خاصه باللينك يو، بتتحكم فيها من خلال الفروم والان والوير والحاجات دي. بنقول له من خلالها هترجع لنا الكائنات اللي هي بتحتوي على اتش 1 او بتحتوي على التي او حرف التي. يعني مثلا لو احنا جينا بس كده ايه open folder and files explorer find debug hello، احنا كده بنقول له رجع لنا ايه ده، رجع لنا كل الكائنات دي.
بس ما عدا ايه، احنا كده احنا خلاص جينا كده جبنا كل الكائنات اللي جوه من خلال النيوميريت فايل سيستم دي، بس انا بنقول له صفيها بحيث ان الكائن اللي انت هتجيبه لازم يحتوي على حرف اتش 1 ولازم يحتوي على حرف تي. يعني هجيب الحاجتين دول، بعد كده بجيب اتش 1 هنا اللي هي الحاجتين دول، بعد كده بنحولها لليست، بعد كده بنطبعها. فبس هو ده الانيوميريت. برضو كذلك مع الدايركتورز، دايركتورز بعد كده فايلز، بعد كده فايل سيستم انتريز. الفايل سيستم انتريز دي دايركتورز اند فايلز الاثنين مع بعض. نزل تحت كده، شو خلاص كده احنا شرحنا الجيت اكسس كنترول والسيت اكسس كنترول. برضو لو يا جماعه لو انت مش فاهم حاجه في الجيت اكسس كنترول والسيت اكسس كنترول اكتبها لي تحت الفيديو ان شاء الله ارد. معلش بس انا شرحي مش كويس قوي، يعني بحاول الخص عشان وقت الفيديو، بس لو انت في حاجه مش فاهمها ما يعني ايه، ما العيب مش فيك، العيب في انا اللي مش عارف اشرح، انا اسف يعني، بس يا ريت تكون فاهم يعني. حاول انت تلقط كده، ولو انت مش عارف اكتبه لي تحت في التعليقات وانا ان شاء الله ارد عليك في اسرع وقت يعني، ولا تشغل بالك اللي انت مش هتفهمه. ايه ده شغال؟ ماشي. بنقول له هنا في other functions، في functions تانية جوه المكتبة دي. functions الدوال دي، مثلا تعالى كده نكتب، اوريها لك، directory dot get. في هنا get access rule اللي انا لسه شارحها. في هنا get creation time بيرجع لك من نوع data time، بيرجع لك الوقت اللي اتعمل فيه الفولدر ده. نفس الحكايه برضو ممكن تعمل له سيت، اللي انت ممكن تعمل تعدل في الوقت ده ان انت تعمله بنفسك. في هنا جيت كرييشن تايم يو تي سي، ان انت بترجع الوقت بس بتوقيت جرينتش اللي هو التوقيت الاصلي، اللي هو توقيت اللي هو نص الارض ده، اللي هو بيقسم الارض كده، اللي هو مش بالتوقيت بتاع البلد بتاعتك يعني، او بتاع الكمبيوتر بتاعك مش متاكد. جيت كارنت دايركتوري، كارنت دايركتوري هو البيئه او الفولدر اللي هو بيئه العمل بتاعتك بتشتغل عليه، بتاع اللي هو ده اللي هو الديباج ده الحته دي هي دي اللي انت اي حاجه بتعملها على في البرنامج بتاعك بيخزنها هنا، اللي هو الفولدر اللي فيه البرنامج بتاعك بمعنى اصح. ممكن ترجعه ان انت تشوف فين الباز بتاعه، وممكن تعمل له سيت اهو كرنت دايركتوري، ممكن تعمل له سيت. في لاست اكسس تايم، ان انت هو بيرجع لك هنا اخر وقت اتعدل فيه جوه الملف ده. وفي هنا برضو جيت دايركتورز، بس بيرجعها لك هنا ليست اللي هو اري اوف سترينج. وفي فايلز وفي دايركتوري روت، بيرجع لك هنا اسم اللي هو البارتيشن اللي جواه الفايل بتاعك، طبعا بتديله سترينج الفايل اللي انت عايزه. وبعد كده بنقول له لاست رايت تايم، اخر وقت اتكتب جواه. يختلف عن اللاست اكسس تايم. اكسس تايم ده ريد ورايت، يعني انت دخلت على الملف ده اكسس، لكن مثلا لو انت لسه ما كتبتش حاجه، لاست رايت تايم ده انت ايه اخر وقت كتبته جوه الملف. لوجيكال درايفز ده بيرجع لك كل الدرايفرات اللي جوه الملف بتاعك، اللي جوه قصدي الكمبيوتر بتاعك، اللي هو السي والدي والحاجات دي. نفس الحكايه برضو ممكن تعملها ست الكل ده، بس ما عدا اللوجيكال درايفز وال بس، هو اللوجيكال درايفز بس والدايركتوري روت، لان انت اصلا ما بتعملوش ست. الفايلز بس ممكن، والفايلز برضو والدايركتوريز، الكارنت دايركتوري بس والكريشن تايم بلس الاكسس تايم، كل ده حاجات ممكن تعمل لها سيت. ممكن تشوفها بقى ده في المكتبه براحتك. سيت كارنت دايركتوري، انا بوريك هنا ازاي السيت كارنت دايركتوري ده بيبقى عامل ازاي. فلو مثلا احنا هنعمل مثلا هنا دايركتوري مثلا ايه، تعالى كده عشان اوريك بس الفكره عامله ازاي في الكارنت دايركتوري. تعال بره كده اهو، احنا بنقول له غير الكارنت دايركتوري بتاعك، خليه للابلكيشن 36 ده اللي هو بره شويه، يعني احنا خرجنا بره شويه، خدنا الرابط ده اللي هو اللينك ده وحطيناه هنا. نقول له سيت دايركتوري دوت كريت دايركتوري، اعمل دايركتوري جديد. هو خلي بالك هو بيغير في الكارنت دايركتوري بتاع البرنامج. تعالى كده نمرن، اسف يا جماعه بس لو الفيديو طويل شويه. بس هو كده عامله، استنى بس شويه بس عشان ما يعملش معاه كراش. بس كده انتر. تعال كده نشوف هو الملف اتعمل فين. بص اتعمل هنا، مع ان المفروض يتعمل جوه، بس احنا غيرنا الكارنت دايركتوري. صح كده، ملوش لازمه. تحت هنا ايه بقول، هقول لك برضو جد دايركتوريز دي هشرح لك الداله دي، بس ايه اللي عشان هشرح لك، بس هي سهله ما فيهاش حاجه، بس انا هوريك بس حاجه فيها. اوكي امسح امي دي كده، مش لازمه بس كده.
جيت دي بنعمل جواها ايه؟ عشان انا بشرح لك بس السيرش باترن والسيرش اوبشن، يعني ايه الحاجات دي. احنا كده بنقول له تعالى كده، تعالى كده نفتح الملف عشان تكون واضحه قدامنا. بنقول له هنا جيت دايركتس، يعني هات كل الفولدرات اللي جوه الملف ده اللي هو اسمه هلو، اللي انت هتلاقيه في الكرنت دايركتوري بتاعك، فاهم؟ وبعد كده حولها لليست، بعد كده اطبعها عادي، ما تعملش اي حاجه. تعالى كده نعمل ايه، نجيت بص. طب افرض انا مثلا ايه، انا مش عايز اجيب كل الفولدرات دي، مثلا عايز احكمها مثلا بحاجه معينه اللي هي كونتين مثلا، لو انا عايز اعمل مثلا ايه ان جواها حاجه او حاجات بتميزها بس الفولدرات اللي انا عايزها بس، ايه هتعمل كده ازاي؟ هتلاقي هنا في سيرش باترن ده، تعالى كده نعملها كده. يعني ايه السيرش باترن؟ السيرش باترن دي يعني انت مثلا لو انت عايز تتاكد ان في حرف موجود قبل او حرف موجود ولا لا. يعني مثلا لو احنا مثلا احنا عايزين مثلا ايه نجيب مثلا اللي هي الفولدرات اللي مثلا بتبتدي ب H1، فاهم؟ H1 بس، بعد كده اي حاجه تانية مش مهمه، يعني في H1 في H1 هنا بس، مفيش حاجه تاني. او ممكن نجيب ال H بس، اي حاجه. أي المفروض يعني اهم حاجه ان الفولدر يبتدي ب H. هنعمل ازاي؟ نروح كده ايه نعملها هنا H مثلا 1 استريك H1 استريك. دي بتعمل ايه؟ يعني كأن ده اسم الملف بتاعك، انت بتحطه استريك. دي معناها ان اي حاجه بعديه مش مشكله، اي حاجه بعد الحرفين دول مش مشكله، انا بس اهم حاجه عندي ان الملف يبتدي ب H1، فاهم؟ تعال كده مثلا ايه نعمل ران، هيجيب لنا ايه دلوقتي هنشوف. بص جاب لنا H1 و H1 2. تعالى كده مثلا احنا عايزين مثلا نجيب ايه، كده نشوف كده، عايزين مثلا نجيب اللي هو ايه اللي هو هنا الفولدر ده بس. احنا عايزين مثلا الرقم 2 ده يكون بس في، يعني ايه يكون في النص. نيجي هنا كده اللي هو الحرف 2، ونعمل استريك قبليها واسترك بعدها. يعني اي حاجه قبل الاسترك قبل الاثنين مش مشكله، واي حاجه بعديها مش مشكله، بس اهم حاجه ان يكون في الاثنين حرف رقم الاثنين ده في النص او في اي حته في النص بس. بتاع كده ايه نشوف هيحصل ايه. فبس برضو هي الحكايه دي برضو تسري على الملفات. انت مثلا ايه عايز تلعب بقى براحتك هنا بقى، حط مثلا هنا يعني مثلا يكون اخر الفولدر بس، ان يكون مثلا اخره رقم 2، بعد كده اي حاجه بعديه اي حاجه قبليه مش مشكله، بس لازم يكون اخره 2. بتعمل هنا كده، بتحطها هنا كده استريك 2، ان هو اي حاجه قبليه مش مشكله بس اخره يكون 2. مثلا ايه خليها رجعها كده زي ما هي H1. معلش يا جماعة شوية أنا رغاية، بس معلش برغي شوية كتير. في السيرش اوبشن، سيرش اوبشن بتعمل ايه السيرش اوبشن؟ اوبشن دي يا دين أمي، سيرش اوبشن دوت اول دايركتورز و توب دايركتورز بس. دي بتشوف لك كل الفولدرات اللي جوه الفولدرات بتاعتك. يعني انت مثلا ايه اللي هو التوب دايركتوري اونلي ده بيعمل ايه؟ بيجيب لك الفولدرات بس دي بس اللي هي اللي في الوش دي، لكن مثلا اي فولدرات جوه هنا ما بيجيبلهاش، لازم انت تحطها دوت اولد دايركتوريز، عشان يجيب لك بقى كل الفولدرات اللي جوه الملف، جوه مش جوه بره بيجيبها لك كلها. فبس هو ده بس الدايركتوري، مكتبة الدايركتوري. الدايركتوري انفو سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة، هي نفس برضو الميثود دي بس للدايركتوري بس. اي نعم في حاجات بتختلف، يعني مثلا ايه هتلاقي مثلا ديليت وكريت، هتلاقي مش هتلاقي مثلا كريت دايركتوري، لا هتلاقي كريت سب دايركتوري، ان تعمل فولدر داخلي، فاهم؟ في جيت كريشن تايم لاست اكسس تايم، كل ده موجود بس في الدايركتوري انفو بس، ده بيتعمل على ملف واحد بس. انت ممكن تقراه من على موقع اللي هو موقع مايكروسوفت، هسيب لك برضو اللينك تحت في الفيديو تحت في الوصف. تعال كده نطلع نشوف ايه ده، فين يا اوبن سمارت اهو، هتلاقي كده تفتح الموقع. انا هسيب لك على الدايركتوري انفو بالظبط، فين دايركتوري انفو اهي، نفس المسودات برضو، ما فيهاش اي، مش دي اهي، create sub directory get directories get files parent، ده اللي هو الفولدر اللي قبليه على طول، اللي هو الاب، يعني يعتبر يعني هو اسمه جاي من اسمه اب parent، اللي هو الفولدر اللي قبليه على طول. root ده اللي بيرجع لك الدرايفر اللي هو فيه اصلا،
فول نيم بيرجع لك الباس كله، مش الاسم بس، لا بيرجع لك الباس اكزيستس، هل هو موجود ولا لا. انت ممكن تدي اللي هو الدايركتور انفو بتاعك، اللي هو اللي انت بتقوله الدايركتور انفو، نيو دايركتور انفو، ممكن تدي له اسم فايل مش موجود اصلا، بس انت بتتاكد بقى هل هو موجود ولا مش موجود. فبس هو ده الدايركتور، الدايركتور انفو. ناقص لنا كده ايه؟ ناقص لنا كده الفايل انفو، ناقص لنا الفايل انفو والفايل. مسودات برضو سهلة، بس انا بس محتاجة بس شوية ايضاح، بس في شوية حاجات لازم تتوضح عشان ما تقفش معاك وانت بتتعلمها. وفايل انفو برضو نفس الحكاية، ان هي مختصة بالفايلات بس، يعني الفايلات دي مختصة بالفايلات اللي هي تي اكس تي والفوتوز والحاجات دي، لكن الدايركتورز خاصة بالدايركتوري. وهتلاقي برضو في شوية بتاع ده، في مكتبات تانية كده، بس المكتبات دي مالكش دعوة بيها. يعني في مكتبات احنا ان شاء الله هنشرحها، اللي هي مثلا فايل سيستم واتشر. دي الفايل سيستم واتشر دي مخصص ان انا تراقب الملفات، مراقبة الملفات، عايز تعرف ايه اللي حصل للملف بتاعك، مثلا اتغير كتب جواه بتاع كده. في مثلا اللي انت مثلا هتلاقي مثلا في مكتبة اسمها البفرد ستريم. البفرد ستريم دي في مكتبات زمان كانت موجودة، يعني البفرد ستريم دي كانت زمان بنستخدمها، بس جه على تطوير بقى الفايل ستريم والباينر ريدر والباينر رايتر والحاجات دي. فايه بفرد ستريم دي؟ الكلاسات اللي بتقدم او المكتبات اللي بتقدم بتفضل زي ما هي، بس احنا بنضيف عليها التطوير بتاع بقى، ما بنمسحهاش. الديفلوبرز بتاع مايكروسوفت بيعملوا كده. فبس هو ده كان الفيديو بتاع النهارده يا جماعه، وارجو يكون الفيديو نال اعجابكم. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو ما عجبكش حط لايك، ولا انا ما عجبكش ليه. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.